أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز الافتخار بالانتساب إلى الفراعنة من قبل بعض الإخوة المصريين؟ وما حكم التسمي باسم فرعون أو أسماء الفراعنة مثل عتوق أو الهول وغيرهم؟ الافتخار بالكفار لا يجوز، ولا سيما أشد الكفار وهو فرعون، لا يجوز، لأن هذا يدل على محبته وتعظيمه وموالاته والعياذ بالله، فلا يجوز الافتخار به ولا الانتساب إليه. والذي يعمل هذا إما أنه جاهل وإما أنه ليس في قلبه إيمان، بل تجب البراءة منه، تجب البراءة منه وبغضه وعداوته، لأنه عدو لله. وأما التسمي باسم فرعون فلا مانع من ذلك، إلا أنه ينبغي تحسين الأسماء، أن يلتمس الاسم الطيب. نعم. أما اللي تسمى فرعون تقديرا لفرعون أو تعظيما له هذا ما يجوز. أما إن جاب على أنه اسم فقط ولم يخطر بباله فرعون أو تعظيم فرعون فهذا مباح. نعم.